حول ولا قوه الا بالله. البودره دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا، بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودره التلج دمرت اجيال، بذمتك دول المستقبل، دول هيبقوا مستقبل. البودره دمرت شبابك يا بلد. حول ولا قوه الا بالله. اللي الواحد شايفه ده معلم، عايز سندوتش معلم بطل. ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ تسلخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا تغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكلام ده؟ لا ما ابوك كان شقي يا ميشو. من زمن الزمن كنت قدك كده. ايام ايام يا ميشو اشتغلنا انا واصحابي ببودرة التلج وبودرة العفريت، سددنا لنا مليونات وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعة خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلونا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم، بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال. وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ في الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو وخليك واد فروي، الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، دي الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ بالاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليه كبر يا ميشو. معلش افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. لا ده يا عم يا حاج. تعال. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يبارك لك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا قاض؟ كله تمام. شد حيلك طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا عرنوش؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وتبطل الدق القديم. انا خدامك يا معلم ما اقدرش. انا عارف ما انا عارف. وريني. ايه دي يا قاض؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله. هعديها لك. الفرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزه 28، عايزين نكسب. ها؟ اوامرك يا معلم. يا ابويا انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبه دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي، نقصها 10 سنتي. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده عايز اقول لك نصيحه، افهمني بقى، ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ انا عايز ادب ايدي، ايدي توجعني، ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى يا ده، عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح. اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا هات، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر فهد دي مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوان اخي يعني ايه؟ يابا ده اي كده اي كده اي حنام حنام حنام. ايه انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ ارمت عليك عيشتك يا خاين العيش المالح. قول لي يا عم وقسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي اشويه على النار، بس خلاص سماح انا مش هقتله. اصيل يابا بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كنت وش كده وعندك كنت وش كده هو راح كده 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 وش حاجه. حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا يلا حنام حنام. يلا يلا يا خاين.
اكتر حاجة اكرهها الخيانة، اكتر حاجة. الله نورك كباس، اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جاية بعد الساعة. ياض عايز امسك عظمة، الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجة من بعدي، والحاجة دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل. اهو يابا، تلات حاجات ما تقربش منهم في حياتك. تلات ايه؟ حاجات. اول حاجة ظابط المباحث. ظابط ايه؟ المباحث. تاني حاجة المرشد، لان المرشد بيقول لظابط المباحث. تالت حاجة البيتزا. البيتزا هي اللي عاملة الرهراطة والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا، فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك ياب، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حطه الستيوس على الفيسبوك. حطه ايه؟ الستيوس على الفيسبوك. جدا. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستيتس. امال يابا، حطيت امك ولا لا عشان بتزعل وتجيب؟ طبعا يابا. حط عمتك عنياد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستيتس بتاعك. كبرت ياد، ياد كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياد مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجالة شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبا اللي نفسي فيها؟ فيسبا؟ فأنا بقالي ساعة عمال أديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجالة، وتقول لي فيسبا؟ الله يخرب بيتك، اطلع عايز من هنا. خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن تاني. خلاص يا فيسبا، انت ابن الهايفة ده، ما تشتغل يا وردة. بنت يا وردة. ايوه ايوه يا حاج. ايوه يا حاج، سخني لي الكارع اللي فايت من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورقة طلاق. حلو قوي ده. بص بقى يا ولد، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا وردة. بقولك، البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ قولي صوتك، قولي صوتك. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خشي قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. لقيتها. هي ايه؟ ورقه طلاق. يا سليحه. يا اخواني اسمها المجنونه دي، حول ولا قوه الا بالله. بابي يا سي بابي، حبيبي يا بابي. عايزه ايه؟ واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاعي مدحت ده عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الواد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي هو بره ده، نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف، هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض، ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كابسه ساكت. يا حاج. ايه؟ حاج ايه؟ مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم وانت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج. يلا. اهلا وسهلا. اهلا، ما تخدمنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 اقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا يلا يلا، شوف اللي وراك. يلا. حاضر. قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. لحمه، تقطعي اللحمه. اه 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 اتفضل.
اتفضلي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده. ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج يا حاج. معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا أخي، ما قلنا لك في أي وقت أهلاً وسهلاً بيتك. خطوة عزيزة، كلمني عنك وعن أسرتك. إحنا عيلة لها باع كبير قوي في الداخلية. لها إيه؟ باع كبير قوي في الداخلية. أهلاً وسهلاً. والدي يبقى مساعد أول وزير الداخلية. زهرات يا وردة. وعمي يبقى مدير أمن جيزاء. صوت يا وردة. و جدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة اللي ما مؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخلينا أخرف. شديني يا حضرة الضابط. ان شاء الله. اقعدي. والله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. والله انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الضابط. امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه. وجوهرتكم المكنونة. اه انت هتقول لي قصيدة شعر. من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استأذن يا عمي. نداء الواجب. خير يا حضرة الضابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يا قوم؟ لقيتوه فين يا حضرة الضابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. معلش معلش، أصلها رقيقة أوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفشي فرفشي فرفشي. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي، زي البق في البطانية. بس بشرفي انا ايهم بقى ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه يرجع ايه في الليله السوداء دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي سعاده الباشا ورده. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له افجح؟ بتشاوري له؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا لقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبل يا بنت. مش هحبه يا بابا. بتسهر امك ورحمه امك ما انت متجوزاها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه، مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزاع. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانه وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها. اوعي تعكش السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورده؟ اخلص منها واقتلها. قتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغوروا في داهيه هما الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا. اقعدي.
انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. إيه؟ لهبل ابن لهبل ابو رياله اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود ضابط شرطه. يا اطفال يا اطفال تتعلم. الواحد ما بقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف هنعرف. بقول لك ايه يا عم الوسطى؟ ايوه يا معلم. الف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده دي؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي. الله الله الله. والشماعه اللي معاها مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. يبان عليه شماعه معتبره. يبان عليه شماعه وابوه شماعه وعيلته شماعات. حلو. البيت برضه وقعت واقفه شكلها. وهي فين المعلمه؟ منتخه فوق شويه. خليها منتخه متشكلين اصلا. تعال شمشاه الله يخليك. هاخد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. المعلمه ورده والشماعه. اما نشوف. ما هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجاله تربيها. دستور. الله ده الكلام صحيح بقى. انا قلت الواد السماعي بيخرف وقلت هطلع عليه ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرط انت واهلك على الطبليه وستاير وقيمه. الله 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 الله. جريه ورده منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه. والنبي طبعا. كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش. لازم اعرف جابلك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده 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 وحشتيني يا ورده. يا ده اللي جابك البيت النبي. ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت وهجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش. انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكم وربيتكم بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا القلب وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيجلي في كرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقطع اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستاتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل مالك يابا؟ في ايه؟ هو ايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى لما اجبسك. هيك 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 ايه؟ هوبا جالي شلل الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ جالي شلل الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك؟ يا ابني هديت ابوك يا ميشو.
ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب، كله اللي شنبك يابا راحت عليك. ايه مسك الشنب بيجي. ايه يابا ما قلت له بلاش يا عقاد. الزم حدودك بجزمتك الحمرة دي. انت جاي في مكتبي تهددني؟ انا سعد التالي، انت مين؟ صدقني مستر سعد، انا مش جاي اهددك ولا احزنون. زي ما بتقولوا ما على الرسول الا البلاغ، انا جاي وحامل اليك رساله. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتوا لي السينيور زيك لابس لي باروكه؟ قلت لك 100 مره دي مش باروكه، ده شعر الاصلي، وهو ده سبب قوه المافيا، قوتنا الحقيقيه. انك تفضل متخيل ان دي باروكه مع انها شعر الاصلي. سينيور سالمون ولا لانشون انت؟ انا والساده المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزه من سعد التالي ايه. اي نعم انا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتيه الفظيعه اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه. مش عارف، انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقك، واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، واكن لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي ناويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف حاجه زي كده. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟ في يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ اوه حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفر، اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا قال يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ عشان تعرف تفكر. تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي ايه؟ رفقي يا سعد بيه. شو وقت يا جماعه؟ انا قلقان، قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العوائل السليمة ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا حاج. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعلفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء ووفاء؟ خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا. ايه ده يا صاحبي؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا اخي. ممكن اتفضل؟ اتفضل اتفضل. تعال انت معايا، هو انتوا الاثنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حواض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش، فاهمين؟ حاضر. يلا يا ابني. مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا.
يخرب بيتك يا سعد مني. أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروح للدكتور. إيه بنت وفاء؟ غرفة داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 صفاء! أنا سعد التالي! أنت مين؟ وقال الله سعد مين؟ أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما قالكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. إحنا لقينا بيه بعد الحرب. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها. كانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. ها يا صفاء، أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجري لنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد مأزق. أنا مأزق؟ تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي يا أختي تعالي. إيه المسخرة اللي أنت لابساها في العزا دي؟ أنت جاي تعزي في رقاصة؟ دي سمكة، ومش أي سمكة، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود انت قلت لي ده ايه مش بتاع العزا؟ لا بسيبك من الاسود طالما كانت بتحبه خليكي لابساه. خليكي لابساه. اهدي بقى اهدي. اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا ناوي يا صفاء. يا خرابي انا غالي عليا يا صفاء. يا خرابي غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. مش فيكي لوحدك، خلاص خلاص. يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. اشوفك. بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مكدوب للاسماك. ونعم الرجال. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت. ارجوك الكلام اللي قالته صفاء ده يبقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صفاء بنفسه.
شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده مين الاخ؟ اهلا. دي جايه ليه؟ تعذب. تعذب مين؟ تعذب صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره مش عايز ولا قطه تخش العزا، اتفضل بره. الجايه تعزي اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. استخص على القطه. ايه ده سعد بيه؟ طب اخذ شرفنا يا حاج، شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي. اطلعوا بره، مش عايز قرف. ايه ده؟ المواد القبيحه ديت والزفره دي اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. ده تعرف حصلت على العيله دي؟ هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ العيله دي خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع دول يا حبيبتي يا صفاء. زهقتيني بقى. انا طبعا اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. يلا بره، خد الولادي بره. تعالي هنا. خرجتي امتى؟ حبيبتي يا طبعا. يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه، ما تخرجنيش بايدي فاضيه ابدا. سلام. ايدي يا مدام، خدها بدل ما اطلعها. يلا صفاء كانت غالية علينا كلنا. اتفضل. الولية ماشية ازاي في العزة؟ بتستفزني بتستفزني. نور يا حاج. واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم، فرد فرد، كل صيادينها رجالة. الحمد لله. حبيبة ماما، قومي يا جميل، قومي يا لزلوزة يا روح ماما. حماية. ايه حماية؟ اغسى عليك يا ماما، اغسى عليك يا ماما، خضتيني. قوم يا دنايا قوم. مش قادر مش قادر يا ماما. الله على الريحة الحلوة دي. يا صباح الفراخ المشوية المتبلة. حطيها هنا ماما، حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي يا ماما ارفعها لي شوية، ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. الله مش قادر، بس عايز انام. لا يا حماده، قوم يا حبيبي، في الحركه بركه. قوم يا حبيبي، بطل نوم بقى. يا ماما النهارده يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم. ادعيلي ادعيلي يا ماما. بدعيلك من كل قلبي، ربنا يفتحها في وشك يا حماده. ده ماما سيبيني انام شويه، تعبان كسلان والله. يا حبيبي قوم قوم. يلا حبيبي ماما، وقت التشطيف جه. حماده يا ماما انا نضيف وزي الفل، ولازم الواحد يتشطف، والله ما قادر. حماده حبيبي لازم تغسل وشك. لا. لا حاضر حاضر، بس مش قادر. استنى علاش انا هغسل لك وشك. ربنا يخليك، مش عارف من غيري كنت هعمل ايه والله. تقوم عظيمة عظيمة يا ماما. يلا هب 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 هب. غمض عينيك عشان الصابون يحرق. حاضر حب. المية ساعة يحي يا ماما يح. معلش يقطعني يا روح ماما. والله نشفي. شكرا يا ماما. شكرا نشفي الحتة اللي فوق اللي في خدي اليمين، اللي في خدي اليمين. بس ماما تخنقيني، شيل الفوطه. يلا نف نف نف. هوبا هوبا، شيل الفوطه. هتخنقيني يا حي يا ماما، والله عيني حرقتني. يلا سنانه. مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. ماما سيبيني بقى، انا تعبانه، عايز انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجآت مذهله. ايه ماما المفاجاه؟ والنبي قولي لي. ايه يا حماده؟ ماما خلاص بقى زهقت. حاضر. حمادة على طول. حمادة على طول. ايه المفاجأة؟ قوية تبقى مفاجأة لو قلت لك. ايه المفاجأة يا حمادة؟ عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري. امي حبيبي، ده النهارده عيد ميلاد حمادة. كل سنة وحمادة طيب. هو طيب. كل سنة وحمادة طيب. وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا. انا كسلان شوية، يعني سيبيني بس 17 ساعة انام، لاني هلكان هلكان هلكان. حمادة انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ امي صحصح كده. والله يا ماما على المهم قوي، ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه. قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده ماما ربنا. نعم. يخليكي لي. انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس، مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ادي ايدي كبوسة يا ماما. خد يا حبيبي. زقي يا زقي ايدي. زقي. متشكر. العفو. رجع ايدي، رجع ايدي يا ماما، رجع. متشكر. العفو يا حماده. حماده ماما. حماده ماما. حماده ماما. حماده حطي ايدي على بوقي، عايز اتاوب. رجعيها. متشكر. العفو يا حمودي.
حمادة يا ماما. قوم بقى يا حمادة، مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه هقوم وغير البيجامة والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر. انا هقلعك هدومك يا حمادة. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ماما. ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده لبسي جاهز والبنطلون. والبنطلون يا ماما فاكر. ربنا يخليك يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حبيبي هات ايدي كابوسها تاني. خدي هات ايدي. زقي ايدي. زقي. رجعي ايدي. رجعي. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن نمشي ويا بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجين يا ماما وزقيني. مش قادر. يلا مش قادر انزل. هوبا يلا يا ماما. هوبا يلا ماما. تعالي قوميني. الله يا رب. استنى انا جايلك. جايلك. الخشب جامد قوي وجعلي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي. ادعي لي. ادعي لي يا ماما. ها قومي يا دلال. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دلال. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه تعبان. لا 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 مش قادر. حماده مش حماده ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدك ابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك. زقي ايدي. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي. رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما. متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما. ويخليك لي. توصل الفطار بقى. توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده. حماده. ماما. قوم يا حماده اصحي. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش. بحب تعمل لانشون في بقي وانني. انا مش واقف اللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. وانا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى الله يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعيني في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. يلا. انا طب شمسك عشان تزقيني. مش قادر. مش خليهم معايا. زقيني بيهم. زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات. هاتي سندوتشات يا ماما. هاتي سندوتشات. حاضر يا حماد. ربنا يخليك ليا يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حماد. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حماد. طب هتبصي حصلي لي بيهم على باب الشقه. انا مش قادر. انا هسحب. انا هسحب زي حماده زي الفدائيين. انا هسحب. انا مش قادر. تعبان يا ماما. سيبيني. سيبيني تعب رجلي. يا رب حياه رحمه تيتا يا رب ورحمه جده يا رب. اقف جنبي يا رب. انا ما بعملش حاجه غلط خالص. انا كسلان شويه بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. العب غيرها حلو. والله العظيم والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضرب الجزاء. طب يلا كمل لعب. ما تقفلش. ماشي ماشي بس انا كسلان قوي مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط. انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه؟ انا جعان والله جعان. ايه ده؟ والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر. انا فطرت بتاع 3-4 مرات بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر يلا. بكلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام. اطلب لنا 10 تجواز حمام. قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده خليه يجيب لنا 6 تجواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا انا زوده. هقول لك بقى على حاجه. خلي الوليمة دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوة النصر. عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى ام علي وشوية بقلاوة. قشطة. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم. اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا. اتفضل يا عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي تقول لي وائل جمعه. انت هتعيني ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا ما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه مشغول. بابا في ايه البقره اللي انا مخلفها اليوم؟ بابا عايز ايه؟ زفت مش شايفني مشغول وماشي. الناس اللي معاك مش عايز دوشه في البيت. يا بابا ما يصحش كده. بكلمك ترد عليا. مش فاضي. مش فاضي. ارد عليك. غور انت وروح يا حاج هات لي كوبايه ميه. والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله. حاجه هتخش يمين هتلاقي المطبخ. اعملي لي سندوتش جبنه حطي لي زيتون. ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانية واحدة. هفضلك
لا مش هينفع كده. طب اوعى. بابا ايه ده، انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار، بيمسكني من معصمي؟ انت اتجننت؟ رد عليا. مش هرد عليك يا حسام يا ابني، سيبه الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب الله يكون. جون 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 جون. حسيت. طب قسما بالله كلمة تانية وأكسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا اللي أقوم أهديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهزقكوا. امشي عشان أنا خسرت. أوعى بقى أوعى بقى، ابعد عني دلوقتي. يا بابا يا بابا قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد. أنت عامل لي فيها السبع رجالة وتخلي صوتك؟ إيه ده؟ ده أبوك ده هايف وعيل. إيه ده؟ أنت بقى اللي هتبيع ده؟ مبسوط الكلام الفارغ ده؟ لحظة. أوعى أكون فاكر إن أنا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز. انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف ودافع. والله لا يبقى اخرج دلوقتي. لا ثانيه يا ماما، كان هو هايف انت اللي ادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه. هو عارف. هو عارف؟ تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا. بتعرف؟ كذاب كذاب، شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه عيال صغيره يا استاذ. انا عيل بس انت اعيل، وامشي عشان ما هزقكش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز. معلش يا مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل. انت راجل عيل. تعالى لي تعالى لي عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل الماتش؟ لا انا هكمل الماتش. انا بحترمك يا حسام. يلا امشي من هنا. معلش يا عم، انت راجل عيل. طب اتفضل. معلش تعالى تاني. امشي من هنا. يا الهي خلاص خلاص يا بابا خلاص. معلش يا عم، استنى انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت تعالى. امشي من هنا. مبسوط. امشي من هنا. امشي من هنا. يلا تعالى تعالى تعالى. انت العروسه؟ تعالى حبيبتي تعالى تعالى. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفع. انت بتعملي ايه هنا؟ قومي يلا معايا. قومي بره. هنبعت هنبعت. امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت. امشي اطلع بره بيتي يا حسام. يا ابوك المجنون ده. تعرفتي على الواد فين؟ في الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع، انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني، ما ينفعش كده. هي اللي جت لزقتي. هي اللي في ايديكي ده. انت كمان بتشبطي. خد يا بابا. بنت نزله. يا بابا خد بص. قعدت من غير ما حد يعزمها. العب بص دي بقى. استنيني رجعت لك وانا فايق. اسمع. لا 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 بص دي بص دي. حلو الكوبري ده يا معلم. يا ابن اللذينة. انا جعان، فين الاكل؟ شوف لي فاكهه. طيب تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور. فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا بجزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو ان نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير. احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم هو كان جريء شويه. جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبته الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه، حقيقي جامد. شكرا. ميرسي. برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان. اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي ايه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه ثانيه، وعروض خاصه جدا جدا. والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانيه. يا استاذ يوسف، استاذ بقفل. يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطه الاجزاء. شرطه ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجه، يعني ايه شرطه اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جوده اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جوده؟ كلم النقابه. امشي. ايه ده؟
فندم فيها يا فندم، مش فاهم حاجة. بعدين بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعة، أنا ممثل مش إرهابي. قدامي امشي. إيه الأوفر ده يا فندم؟ أنا ابتديت أخاف. أنا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. أمشي أروح فين؟ إيه ده؟ لا سوري يا حضرة الظابط، لو تكرمت انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ وهشوف. قدامي هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حمودي، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه، ايه ده الاستاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين بعدين. انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش مية. حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الاستاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. بص ايه ده ايه ده ايه ده؟ ارحموني يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بلي. لا لا. أنا مظلوم، أنا بريء. عم حسن حسني؟ طبعاً يا ريس، ما أنت ما شاء الله عملت أجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر أبيض، الأستاذ غسان مطر. سلامتك يا أستاذ غسان. أنت مين؟ أنت مش عارفني يا ريس، أنا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم أمير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا اتروق على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء، جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق. وجزوستين سباكس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده؟ ايه ده؟ دي اموال الدوله. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. طب معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار، ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان يا سجان، هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاكر حرام عليك. يا راجل صلي على النبي. خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شايف الفيلم؟ يلا يا راجل بره، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم هنيدي. سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 بفنان. الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على الكرسي. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخضر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي: إيه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط.
هنستعبط من اولها. يا فندم مفيش استعباط ولا حاجه، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ اخ منكم انتوا يا فنانين، اخ هتكدب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصيه عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان، مبروك، ابو العالمين، حموده، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حموده دي شخصيه اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج، انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت الشخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف إن ده مش قراري أنا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا اشيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف مقاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حموده تاليف هنيدي، ووضعت اسمي مجامله. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. ماشي. طب ايه بقى رايك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه. ايه؟ هنيدي اتمسك. انا بصراحه في الفتره الاخيره ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شويه. يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بينا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحة أنا حتى كمان قابلت النجمة محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى إياك والأجزاء، لأن الأجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الإذاعة، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا، وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلمية للداري لكده النسا، لا فكرة بجد سيئة جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، قدمت قوي. كفاية ولا نقول كمان؟ لا كفاية يا فندم، رغم اللي أنا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للإدانة. لعبتها بذكاء، بس انا عندي قفلة في الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم، كفايه ارجوك، كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت ورا اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تتكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجة، أنا عايز أروح بعد إذن حضرتك، أنا واضح إن أنا مجهد. شكرا على كل حاجة. شكرا يا فندم. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. فرصة سعيدة يا فندم. شكرا. أنا أسعد. الله يخليك. يا ريت بعد إذنك. تحت أمرك. طلب أخوي. أمر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الأحمر. اتفضل يا فندم. اتفضل، ربنا يحفظها، أجيب لها كرتونة إن شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. أختها ابتهال
بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. يا ناضج، انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ تفكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر ما صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوكي. لسه شفت حاجه؟ يا اهلا. كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ هي يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. تيني ده بينه اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان، احب اقعد في اي حته، انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده ده، هي شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصت. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، بانها مجنونه ولا ايه؟ حاج حاج. هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتهرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه دي؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. يملى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمده، امر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلها صح. هي خرصه ولا مالها من ببلمه ليه كده؟ يلا هات من هنا. يلا يلا. حقك يا عمده. كله الاول كله الاول، هم نفسكم وحب. فز. مع السلامه يا اختي. متشكر. السلام. يا متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ اقعدي اقعدي يا مليك، اقعدي يا زفت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، حلو صوتك. فاهم الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ذكر بار. ذكر بار انت قاعد عند عميتك، استنى قاعد في كافيه. افهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسم هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى مع اول مره يجي هنا، تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خير ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين، ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفنه والشنب والقرب ده هو؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. حياه النبي، لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي. يا خرابي. طب وستك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش. انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله يولع. ما تمشي بقى، انت ريخ المويه فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاه في بيتك ازاي؟ اهدي.
ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ بابا سببتش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت، انا جاي للاستحضار، جاي للمبه عيله الاستحضار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبة كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدار دلوقتي وقاعدة معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحده؟ يا خبر اسود، تصدقي؟ تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها يعني. عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مولعه؟ وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والترعه والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسها هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا. ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق اهو. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تستري لحمه ده هو. اسمعي كلام، اسمعي كلام يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر؟ ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزين نيجي عندكم هنا مره تانية ولا لا؟ ليه يا هانم؟ في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده هو؟ حياه النبي حياه العيون ده، قولي لي مره واحده سلامونتي وانا ام بنتي. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين. سلامونتي سلامونتي، عايز التخين ده يسمعها والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ اديني قاعد ومش ناوي اجيبها البر. ورينا هتعمل ايه طربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاك مفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. سلام عليكم يا دي رخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. سلام عليكم يا ست الناس، وانت حسابك معايا. هيا يا عمدي، سبع ولا ضبع؟ ولي ده سؤال يا ولي، اكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت طارت منين يا ولد؟ انا العمده، استنى عليا شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاده دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميره نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ خزعتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحة انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثة افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته.
سلام عليكم. يا كلب يا جذبه بصيب. استرها يا رب يا رب، ما تتقتل في الولاده يا رب، اقومها بالسلامه. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيله ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولاده. الولاده دي حاجه بسيطه، اسال مالي. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه، انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا، سيبوني في حالي بقى والشوك شوق، ما انا خايف تخلف بورص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوج واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني، ابوس ايديكم، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده، احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. نصره النبي. ايوه ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خالد المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمنا على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده عيّاً؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي.
حبيبي عمور، شيرين رفيقتي من زمان كتير، احنا صغار بيبي هالقد، وكمان خطيبة تخي جونسي ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخد العقل، احلى شي بحياتي وفي عيوني انت. لكن قوليلي مين بده يطلع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. اوبس، شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت، دايما حرشتيني دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن هالقد، بيقول لي لا 2.8 أحلى بصير مثل الفور ويل، هن لازم 2.1 وأنا مع الحرب بفقع بفقع دخيلك. ايه شيرين، أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونطة؟ أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من برش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دفعت فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها شي 500 مره. لك حبيبي روبر رفيقتي من عيلة كتير كبيرة، هاي هاي هاي، بس أكيد مش أغنى من عيلتي أنا. مش عمرك شفت حد فيه شنطة فلوس وراه؟ دي مليانة ما شاء الله. هاتي يا بنت هاتي هاتي، أنت يا ابني رد الفلوس لا تعرق في الشنطة، تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي بحب أعرفكم، هيدا عمر خطيبي وهيدا تامر خطيبة لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل أعمال كتير مهم بمصر وهلا عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. أهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. أهلا حبيبي، أهلا أهلا أهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك إنه أستاذ تامر من عائلة كتير مرتبة، بحب اللبنانية كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. أهلا حبيبي، أهلا، تشرفنا. أهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر، تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك. وينك يا راجل؟ ايه يا معلم السبرسجي ايه، انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده، انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى ايه حاجة فيه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى، الموضوع اختلف. تقدر تقول انه انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبه لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجه حصلت النهارده، عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش، أنا سلمت كتير. رش رش، مسكتي إيدين الناس معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشوفش حاجة ليه؟ يا متر متر، اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منورة بأهلها. اهلا يعني، هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده، اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم. اوكي بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. اللي هو كيفك؟ ماشي يا حاج. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه منيلة ايه؟ لا اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقة انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا. بس كتير بتغار مني ولقيمة لقيمة لقيمة.
يعني سوري اذا عم تحكي عنا هيك هلا. لا 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 تحكي ده انت تحكي زي ما انت عايزه. دي شخصيه زباله اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بودي انا من يوم ما شفتك يا بودي مش شايف حد في الكون صدقيني. كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي هقول لك كل حياتي مهدي. عن جد عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله قد انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس واوعى المشيرين. بص في الناس، الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية تحس الموقف اللي انت فيه ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطة كتير. الحمد لله يا حبيبي. انت مش جعانة صحيح؟ انت كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رأيك؟ كتير رومانسي كتير. شفت عزي قبل كده؟ اه فين الشوربة؟ انت مستهبس، روح هات الشوربة. مش معقول، شوربة بتموت عليا الهول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما قلنا يعني احنا عايزين نبقى كتير رومانسيين. اه كتير حلو. اه انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. بتنبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل ابدا؟ تتكلمي بجد؟ عن جد عن جد. ليه واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن أربع مرات في السنة. طب خلاص، هو أنت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في السين، ده احنا في السين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما. ده أنت غطاسة رهيبة. بوبي البيت ماتت ولا إيه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. ولد عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيني الولاد وريني تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا لا لا للنهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قاطع عيش للأمانة يعني. النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبة. بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير. بنت بيت، بنت أصل، متربية. هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعا. هبتدي أكون رجل محترم وبالتالي هكون في بيتي محترم. بيتي هيبقى لي تقاليد. ما عنديش زيارات. مش عايز حد فيكم يتكلم في تليفون لان اصلا الشباب فيه تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 لـ10 وللمقربين او فياريت ما تحرموش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره. انا عامل ايه في بيتي؟ هضطر اطردكم. انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره. كل الثوره اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا. ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى فيه ست وفيه راجل ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجات، هحبها بس الاصول اصول. هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عاجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه ما إنه كان بأستراليا وهلا رجع بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير. كنت عم حل المشكل. طبعاً طب بس بذمتك حد يحل مشكل الساعة 4 الصبح. شباك تامر شباك. لا مفيش حاجة أنا بتناقش معاك. بدك تخنقني شي؟ لا أخنقنك شي ليه؟ ده أنا أعمل لك بطيخ. إحنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟
سلمي لي على الجيتا. ايه حبيبي عامل لي مس كول بليز ما بتوصل على البيت. بيزو بيزو. ودلعوا بيزو غير سهير. انا مش فاهم عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة. وانا يا دلي يا دلي على هالدرج. نطت نطيت شو هالمسحة. وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي. يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس حنبوس هالباب. يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتك. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تعمل شبك؟ بدي اعطيك لسه يعني باسماء كوزينتاتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي عم بحل له المشكل ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق وربنا يخليك وتحلي مشاكل اهلي. ما في شيء بقى كده. قوم اعمل لي ليموناد. حاضر حاضر. طلعت معايا السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك جاهز في الثلاجه. تعالي ندردش. جابت شيء تعسيم. ايه صحيب وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعز سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب بيزو مع اني مش عارفها بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقيلي كده لان اقوم اعمل لمو. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي. مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح تتكرر. اكيد اكيد والله مشتاقين كتير. بعرف وانا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في؟ بوبي 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 ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الساحه يومين في اي حته واموري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايه ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه. لا انت عن جد جنيت، انا شريف الاشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه يا واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا هممطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي. انت طالق طالق فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا غوري بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف كانت خاينة. راجل طالع راجل نازل مش مداني وجودهم، اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الولية اونطة. عيون رأي.
جمالك شو جمالك. ارفض المشي الشمال ده نهايته وحشة، وارجعي بوبي عشان وحشاني وحشة. ارفض المشي الشمال ده نهايته وحشة، وارجعي بوبي عشان وحشاني وحشة. آه يا خينا يا بوبي، آه يا وحشة يا بوبي، آه يا خينا يا بوبي، آه يا وحشة يا بوبي. لما فضيت قيوبي فلقتي يا بوبي، آه يا خينا يا بوبي، يا عيب الشوم يا بوبي، آه يا خينا يا بوبي، آه يا بشعة يا بوبي. لما فضيت قيوبي فلقتي وتتفرج على العفريت. لا ما عيش اتفرج على العفريت. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنشي كيس. لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا سميضه كفايه فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد، اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفريت هنرميه للوطويات، وهتتسمي بهايمه، وهتتحرق ارضه، ايوه، وهيتحلق شنبه، ايه، ويبقى كيف النسوين. سامع يا صميده؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدهم الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي توا من هنا ورايح هتبقى قطاق طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايه وسع يا ويل بندور به وصال. حلو هاد يا ابراهيم الولع. خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليطه ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي توا زادت الطاقين هاجوا وماجوا. هاجوا وماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا وماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا وماجوا ده، الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشه وتموتوا. انا ما بكرهش الا اللي زيك الغلابه اللي يقولوا احنا غلابه دول. انا مالي؟ ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في ارضي وارض ابويا وجدي، ومش كده وبس، عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي. هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا صميت. لا انت بتبرق لي يا سميده. ايوه يا سميده بيبرق لي. طب يا سميده انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي فرجوه. يا سميده انبسط. قول لناسك واهلك شفت ايه جوا يا سميده. ما قدرش ما قدرش. يا تقول شفت ايه جوه؟ ما قدرش. حب على يدك ما تدور بيه. ما قدرش. حب يقعد على يدي زي ما قلت.
اسمعوا، اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده، مكان سميضة، وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه، ادخل سميضة. حرام كفاية، حرام كفاية، حرام كفاية، حرام كفاية. مين فيكم مش هيدفع للتاوى؟ باقي 200 مريض وربنا لجور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع الاتاوة؟ انا مش هدفع الاتاوة. نساتي يا رب، ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمة دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغولة والعفاريت. ده انت هتشوف الغولة وام الغولة كمان وببلاش. احنا عنينا رجالة الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغولة. اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغولة. لا انا اشوف. اقف، عايز تشوف الغولة؟ ها انا فرجيك الغولة. ورهاني اهدي. حلوة الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه، حاط علي. لا استنى لسه فيها حتي. انا ابن عزادي، امي عايزه ادي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع لك تاوى؟ انت مش تدفع حاجه خالص، خلاص اخر حاجه تدفعها. يا نهار اسود، يا نهار اسود، كفايه. انا من رجالتك يا بندور بيه. استحملني، فاضل اربعه نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفايه كفايه، الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت، نجيبها لك؟ ملكوش صالح. شوف الوليه كاتعه فين، خليها تجيبها على المضيفه، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فين؟ والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان، ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطرة. أول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة، وأول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة، وأول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني يا وليه يا رغاية، انت جاية جاهزة، احمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها، وقف يا بيت، وقفي. ايه قولي لي يا وليه، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان. لعب حواجبك يا بت، بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف، احنا برضه ما نغازل بعض، انت خابره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجوره دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروضة من عند ربنا. افتكري، افتكري كل كلمة قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لك. حاضر يا مندور. ادي الولية دي 50 قرش. 50 قرش؟
50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم، طلبت مني صبيه حلوه، جبت لك ورده مفتحه ولابسه احمر زي ما انت قلت. حرام عليك، حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه بال 50 قرش؟ مفيش حاجه يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه، وطلعوا اللسان وقطعوه عشان الغوله بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. امر قطعوا دراعاتها. ده الظالم قال. تعبت ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع ما عنديش يعني ما ها. ايوه ودخلتي وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعدي لك الغلطه دي. بوسي. كفايه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه، خلاص خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد دهون والشر اللي انا بس فيه كل ده كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجه تانيه خالص. تلاقيني هايف، احب الدلعانه واحب الحريم. ايه بنت الحلاوه دي؟ ما شاء الله، ايه دي؟ ودي كبيره حبتين. ده حلق يا منظور بيه. ايوه ربنا يزيد. بيت يلا يا بيت، كبسي ظهر يا بيت، كبسي. يخرب بيتك، مال يدك تقيله ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما انت يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بنت يا صبري؟ مالك يا بنت في ايه؟ في ايه يا بنت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس؟ مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هني دلوك، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التانيين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الوليه دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع بره وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبري، وخذ راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزت حاجه اوقف وقولي اه يا مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم صاروت، سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده، انا بخاف يعني. شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه يا عم صاروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي يا صاروت. تعال هنا. حياتي انا مين؟ انا جاي يا صاروت. تعال هنا. انت يا زفتها سوي اوامرك يا مندور بيه. عملت ايه في الولية اللي جابت البلوه دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياه النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد على الزريبه يا ما فينا تسيبها لوحدك. امشي خد، هترتاح يا عم ثروت في الزريبه، وكل زي ما اتفقنا. امشي. لا خد انت امشي. روح يا عم ثروت، روح. اسود ده الا للسودة دي، الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قوله من رب الرحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحمايه الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروت، واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامه انت، بالسلامه. استبيني. الحمد لله.
الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة، كله خايف، وما فيش حديد في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه منظورة بالذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمرة غلط. اهلا وسهلا بالرجالة، خير داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجة. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. في إيراد كل مادة في النازل. إيراد ايه؟ هو احنا لسه جمعنا المحصول؟ انت فين والقصف فيه؟ راضي الملاهي، اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الاراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الاراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ امال الطوبير اللي انا شايفها ليل ونهار ديت؟ بيلعبوا المراجيح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلت بعظمه لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوك، وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا اتعادل وقول لي مين اللي بيقل يا ولد النصابين؟ الإيراد. الإيراد بتكلم. يا صدقوا عطيه بيه يقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه؟ ما تظنش فينا السوق. امال اظن؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحني يا مندور بيه. قال لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه. ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه. عايزين يشوفوا الغولة نتنب فيها. ايه هادي الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغولة نتنب فيها. نتنب فيها؟ هاتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة ذات نفسية. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي. افرد يديكي وعلى البيت. يلا خف مني واخرج على طول. سلامة. هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة مندور بيه، لو ملاهي الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع يا عطية، واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا مندور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجمله؟ يعني ايه اللي ليه؟ هو اي كلام؟ هو اي كلام؟ شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عسوي. اهو عسوي جه. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا مندور بيه وبقيت مية مية. صابرين؟ صابرين. يا بت قوم يا عقل انت. اقعد يا بت اقعد. التذاكر جاهزه؟ جاهزه. مش عايز دلع في الملاهي؟ ها ايه؟ ايه بتزم في وشي ليه؟ Ha 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 ha
لازم مش صبرين مش صبرين. دي غولة بجد ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه لا رخان لا عطيه لا تعال خايف عطيه لا منظور بيه منظور بيه العلم انها في الخلق هيطلع علينا اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص ما جرب بتزوم ازاي شكلي تشليت ايه يا منظور بيه تشليت العصايه وقعت ما توقع العصايه بقول لك تشليت بقول لي عصايه انا خايف الناس روحوني من تفيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي مش دخله تاني وانت براحتك برطع براحتك فيه يعني انتوا مستنين اما انزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل ولد شلوني حمل شلوني شلوني ادري ولد انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي. ايه ده ايه ده رجلي اللي رجلك انا مالي من عايز انزل عندي شغل اتفضل لو سمحت وسعي شويه رجلك ايه مش مقطوعه ده ركبها بالطول ده ايه القرف ده اوعي رجلك استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت زقيني زقيني يا بنت صغيره زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك ده انت اختي ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه ده احسن محامي على مستوى شارعنا ويبقى يوريني بقى هيشوف طافر بنته ازاي وقسما عظما انا لا اهو الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه انا اسف اتاخرت عندي مشغوليات معلش. هيا يا ماما يا ماما عيش ايه وفرن ايه عيب كده يا ماما انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر
حاضر، مع السلام. مع السلام. معلش معلش، هي قضية الخلع ها؟ طبعا. ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك واجيب لك اعدام، مش اخلعك بس. يا استاذ تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه ها؟ اه طبعا. مش هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ، دي قضية خلع. يلا 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 يا استاذ، اتفضل معايا. ده هو حظه نحس، شكله فقري لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ قابل فوق يا مدام. مين الراجل ده؟ تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع؟ مقابل؟ لا اقبل، ده يومه اسود، هو واهله، احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعدين. عنك يا استاذ. اتفضل. ده لابس الشرطي، ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب. طبعا. جهزوها جهزوها. يا سيادة القاضي، إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم، أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها، هذا الأب العظيم، الأب الحنون اللي كله تواضع، فممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي، أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أختي، أقول راجل يعني؟ سيادة القاضي، أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه، وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل ألاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقهم. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر، الله عليك يا استاذ، الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه يا واد انت؟ بقى انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، احنا عايزين نتفق، البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان ايه؟ اضربوا يا رجاله، اديله اديله حد مني، اضربه اديله يا كريم. انا بحذر في حد مني، اهدي ايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذر في حد مني. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. تعالى يا شاي يا محمود، انت مش قالوا عن حد بتعرف ولا لا؟ كلها بنيه واحده. انا هخلي رجالتي يقطعوا. اضربه يا كريم. شاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ايه ناقصه رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق.
لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، وكلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا ده تافه انت؟ من صفك لسفك بيه، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام. اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلاعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلاعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك، بس انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه الميه. ايوه ايوه، وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف، توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بالعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. امر. العنوان ده تقفل معايا وتروحوا على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لسعادتك. لا، في حد بيتهدد بيقطع التهديد وروح اتغدى؟ صدق صح، انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي؟ يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل حاضر. يا نعمت يا نعمت، ما تسيبني يوم هتفتح يا اخويا. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير. حضرتك بتستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. اسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست. لو تكرمت. حاضر، واعمل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ ما نشوف اخرتها. يا اخوانا، فين نجوى باديكير؟ يا نجوى. مين؟ ما تقولي ان انت هنا. ما تقلقي. تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قولها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذه يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي، هقوله مره واحده. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ امال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبه، نجوى باديكير بتقول لك انها بطلت تنطش من سنه 88. 88. عن اذنك. لا براحتك عادي، براحتك عادي. يا نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي ولبان وشعر ونيله. يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. نعم. صدق ان انت راجل تافه، وحياه النعمه راجل تافه. اتكلمت؟ لا 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 يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا؟ انا استجرى. بلغتها الرسالة، قالت لي قول لبيسا يا كلبة نجوى باديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمة وانام؟ لا مش هروح، اكتب العناوين دي. حاضر، مش هروح، بس انا نفسي اعرف حاجة. انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني.
اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ انا اللي جاي اسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. سمعني يا ابني مش سامعة. الهي يخليك. نعم. الهي يخليك، اعدل لي السماعة لحسن من السمعة. اعدل لك السماعة ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد، انا مال انا؟ معلش يا حبيبي، انا زي امك برضه. طيب طب قربي شوية. اهو يا ابني ليلة سودة. سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمة والحتة الانتركوت. اه، هو انت كلمة السر ايه؟ اللحمة لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمة. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي، انت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ هتيجي تغير لي الانبوبة جوه ولا ما بغيرش انبوبة لحد؟ انت اتجننت؟ انبوبة ايه ونيلة ايه؟ ايه ودي؟ يا سلام، طب روح هات لي خمس ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شوية مية لو تكرمتي. بتقول حاجة؟ شخص لا، يا ربنا يترشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه، ايوه شكرا، وجبنا الرومي، ايوه موجوده، والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيسها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكرا قوي، الله يخليك. جيب ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكرا، الله يخليك. السلام عليكم. قلتها لي كده، الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا، السلام عليكم. انا كنت عايز شراب، فببص للمنطقه بتاعت الشراب مش اكتر. وبعدين عادي بني ادم يعني، ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. افندم شبك، في حاجه حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. ما انا بقول كده، انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي، انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا تحت امرك، ما تحرجنيش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية حاضر، سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنة في التلاجة. حاضر هشيل الجبنة في التلاجة. تأمر بأي حاجة تاني؟ حاضر. قلت حاضر، ما بقيتش أقول غيرها. يا رب يا رب عطرني في ده، أنا كنت هشرب من جنب. أيوه يا أخويا. حاضر 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 حاضر. ده أنت كرهتني في عشتي. أوعى تكسر البيت. أوعى إيه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض، لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك والله. اقف. اها ايوه ايوه. سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعة، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه؟ ليه؟ ليه تطلعي انت الراقه؟ اهلا اهلا. ليه ياما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه اللي في وشك ده يا حبيبي؟ مفيش دعوه. ليه عملت فيا المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمه ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرت صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي، احيانا انا بستعمله مرايه، بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك ياما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي، نفسي اسمع بس حاجه واحده، انت عملت فيا كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف. سامحيني سامحيني يا أمي، وخلصيني من الحلقة دي. الله يخليك الله يخليك، خلصيني من الحلقة دي.
مين؟ انت عايز مني ايه؟ الو انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ انت فاكر اني خايف؟ انت اهبل ولا ايه؟ عمري ما قبلني واحد زيك انت منه اقلق طز فيك، انا لو اتخلق هفوت فيك. الو انت مين؟ انت عايز مني ايه يا عم؟ انت مين؟ شطبين انا لو على راسي بضحى كنت اسمع كلامك، بس اللي قدامك ده اسف صخ سليم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انت مين؟ انت مين؟ عايز ايه؟ ابوس ايدك قول انت مين؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ابوس ايدك عايز بقى. انت مين؟ الو